مساء الورد واهلا بكم في حلقه جديده من برنامجكم 3 في 1. ضيفنا النهارده هو الكبير كبير اللي كل الحان اغانيه بتفرق كتير. ضيفنا مؤمن بنظريه المؤامره بس بيوري كل الناس العين الحمراء. غنى لمستك نسيت الحياه وشايف ان كل الناس مقلداه. معانا اللي النجاح نقاه واصطفى، معانا الجامد جدا عمرو مصطفى. حبيبتي ده ايه الجمهور الجامد ده؟ ايه الحب ده؟ وايه الشياكه دي؟ وايه النور ده؟ ربنا يخليك وانا بحبك. ربنا يخليك انت بتحبهم وانا بحبك. وانا بحبك قوي والله. انا بموت فيك. ايه العسل ده؟ يا خدي انا بدلعك ليه؟ علشان خاطر انا بحب ابتدي اسئلتي بمرحله الطفوله. وانا هتجنن كده. تعرفي طفولتي اموت. انت كنت عامل ازاي؟ يعني انت كنت طفل بتعمل ايه؟ بتكسر بقى الدنيا كده وتبهدل ولا ايه؟ كنت طفل مشاغب. ممكن اكيد. لا مش مشاغب قوي، كنت هادي والله. لا دايما ماما تقول لي كنت هادي بجد. والله يعني كنت اكسر تلفزيون مثلا، حاجات بسيطه. حاجات بسيطه اللي هي الحاجات اللي هي يعني اعمل مشكله، يعني حاجات كده طفوليه جميله ما تتحسبش يعني. بس كنت من المدرسه للبيت ومن البيت للمدرسه يعني. طب بمناسبه المدرسه، كنت شقي بقى في المدرسه ولا كنت شاطر كده زي ما انت شاطر في التلحين وفي كل حاجه؟ لا كنت شاطر في المدرسه قوي قوي. كنت بحب المذاكره، كنت اقعد اغني بقى وانا بذاكر. قول لي بقى وانت في الجامعه. ايه في الجامعه بقى كنت بحب جدا. خرجت انت اصلا اتخرجت ولا لسه؟ لا لسه لسه. صح لسه رابعه. ياخد شي صغنونه. وايمن بهجت في رابعه برضه. لا برافو شاطر. اوعى يكون عندك محاضره دلوقتي وانا معطلاه. لا والله كان عندي امبارح. كان عندي امبارح بس. بس ما روحتش. طب قول لي بقى وانت في الجامعه كنت بتقعد عند مدرج العيوتشي؟ ايه مدرج العيوتشي؟ اللي في حقوق. مش انت كنت في حقوق؟ حقوق بس ما كنتش عارف حافظ مدرجات ولا. لا ده انت كده كنت بتروح تخطيب بقى. لا كنت بروح بلحن. اولا عايز احكي لك على قصه يمكن اول مره الناس تعرفها. اهو ايوه بقى اديني الاكسكلوسيف. انا اول شاعر اتعرفت عليه كان خالد تاج الدين. حبيبنا بقى. لا نسمع سقف الخلود. وطبعا المشاهد اللي مش عارف خالد، خالد اللي عمل يوم ورا يوم واللي عمل وماله واللي عمل ليلي نهاري واللي عمل قصاد عيني، عمل اغاني كتيره جدا ناجحه معايا. فانا كنت طالع مدرج، هو الف خالد وانا ب عمرو الحروف يعني الابجديه. فانا طلعت مدرج غلط في اول السنه. وعمال بقى بغني، ماشي بغني بقى فرحان بقى اول يوم جامعه. فلقيت واحد بيقول لي على فكره يا كابتن صوتك حلو قوي. فقلت له على فكره انا بلحن. قال لي وانا بكتب على طول ده اول حاجه يعني. سبحان الله. وفجاه كتب لي اغنيه اسمها بعد ما فات الاوان بقى، وقعدت اغنيها في الجامعه لحد ما اتشهرت قوي. وبعد كده دخلت مسابقه الجامعه، خدت احسن ملحن جامعات مصر، واتعرفت على الدكتور عادل عمر. ومن هنا بقى على فكره خالد سليم كان معانا في الجامعه. ده كانت كلها بقى ده قسم غنى وتلحين. وربيع السيوفي اللي عمل انا عايش ومش عايش معانا في الجامعه، واحمد علي موسى اللي عمل انا اكتر واحد بيحبك معانا في الجامعه. فهو كان جيل كده هوت، والحمد لله يعني كله طلع في سنه واحده. طيب عايز اعرف بقى انت اتجوزت امتى؟ انا اتجوزت من 15 سنه. كان عندك كام سنه؟ كان عندي ساعتها 17 اعتقد او 18. طب وازاي تتجوز وانت صغنون كده؟ انا من بيت متدين جدا. يعني اسره متدينه ملهاش علاقه بالفن اصلا. فلقيت نفسي داخل الوسط الفني، فانا مش كانش عاجبني الوسط. وابتديت الاقي نفسي هنحرف حاجات انا مش يعني مش بتاعتي، مش ستايلي. فقررت ان انا اتجوز، وقررت ان انا احب، واتجوزت والحمد لله يعني ربنا. طب واتجوزتها جوازة صالونات ولا عرفتها وحبيتها؟ لا انا بتجوز بعقلي وحبيتها طبعا. يعني الاول عقلك قرر ان دي. طب ايه اللي عقلك قاله لك؟ عقلي قرر ان انا هتجوز. ان هتتجوز. اي ولحد ما لقيت بقى مراتي حبيبتي روح قلبي حياتي نفوسي عشقي يا خلاتي. فقلت لها تتجوزيني. طبعا هي بالنسبه لها كانت كنا في حفل. اول كلمه كده على طول؟ اول كلمه. يعني ما كنتش تعرفوا بعض قبل كده؟ انا شفتها قلت لها تتجوزيني على طول. احلف. والله العظيم. سامع يا اللي يتاسف عمرك. معلش. دي حاجات كده.
طب الجوازه ناجحه؟ بقى لها 15 سنه الحمد لله. سامع يا اللي تتشك في معاميعك. طب انا سامعه كده ان مراتك مسيطره عليك شويه، ده عادي ولا ده كلام برضو اشاعات؟ ما هو طبعا مسيطره عليا طبعا. مسيطره على عقلك وتفكيرك كل ولا حاجه؟ كل حاجه يشرفني. العجين ما لخبطوش. يشرفني. الله. طبعا. والنعمه ده عسل خالص يا جماعه. الله. شايف الرجاله يا اللي اقول فيك ايه. طيب انا سمعت كده انكم كنتوا يعني في مشكله حصلت وانكم كنتوا هتنفصلوا اول ما اتجوزتوا في مشكله حصلت كده على الطياره، وكنت بتحاول تنزلها من الطياره بس الازاز ما رضيش يفتح. بصي هقول لك على حاجه. اولا احنا يمكن ما حصلش ما بيننا مشاكل غير اول سنه جواز. هي المشكله دي؟ لا مش مشكله، دي حاجه كانت هبله. بصي دايما وهم اي اتنين صغيرين بيتجوزوا لازم يعرفوا ان اول سنه وسابع أصعب. سنه وكم سنه سابع سنه. سابع سنه هي اول سنه وسابع سنه. وسابع سنه بيبقوا صعبين جدا. انا الحمد لله لما عدينا اول سنه كل المشاكل وكانت جوازه حلوه يعني. انا بقول للناس كلها اتجوزوا لان الجواز حلو مش وحش. بس برضو عايز ارجع للمشكله، كان ايه السبب؟ انت هي هل كانت المضيفه معديه فقالت لها تشيكن ولا ميت فقالت لها ميت؟ لا ما كان ولا ما كانش فيه مضيفه اصلا وكان طياره خاصه؟ اولا احنا كنا في برايفت جيت. اوه اموت في البرايفت. شفت بقى انا ازاي عارفه كل حاجه؟ طيب ما انا عارف، ما هو هشام المنتج اكيد بقى يعرف انكل. والله يا جماعه ما انت فاهم كل حاجه. امال ايه نظريات مؤامره؟ ما انت فاهم هو كل حاجه بالادله والبراهين. ما فيش حد هتلاقيه متجوز 15 سنه وناجح في حياته هيبقى اهبل او عبيط. لا فاهمه؟ لا سمح الله. طب قول لنا بقى ايه اللي حصل عشان ما احكيش انا. لا بص يا حبيبتي انا هحكي لك القصه كلها. اولا انت اول ما بتتجوزي لازم بكل واحد بيعرف طباع التاني. فانت يا اما هتفرضي شروطك يا اما هتفرض شروطها. ايوه. فمين بقى اللي هيفرض شروطه؟ انا. لا. ما هو لو انت فرضتي شروطي، اولا انا يعني من الناس اللي هي ايه، بصي ادام في احترام متبادل ما بين الاثنين كل حاجه ثانيه هتعدي. كل حاجه هتعدي. صح. كل حاجه هتبقى كويسه، بس لازم يبقى في راجل وست. صح. احنا ناس شرقيين، احنا مش غربيين. صح ولا غلط؟ كده انا معايا. قد ايه انت رقيقه وحساسه ورومانسيه واتراكتف؟ يا خلاص خرابي يا خلاص. يا لهوي. فهي مشاكل بتحصل ما بين يعني هي خارجه من بيت عايشه فيه مثلا 16 17 سنه وانا خارج من بيت عايش 17 سنه، انا ليه عاداتي وتقاليدي وهي ليها عاداتها وتقاليدها. فكل كل اتنين بيتجوزوا لازم يبقى في حياتهم يعني زي قانون هم بيحطوه لبعض عشان ما يبقاش في مشاكل طول العمر. طب ايه القانون اللي انت حطيته لها بقى في الطياره؟ كانت ايه المشكله بقى عشان كده انت حطيت لها قانون؟ انا ما بحبش مثلا مراتي تشتغل. يعني انا بشتغل وقادر ان انا اقود البيت وكده هوت. ما بحبش الست يعني، احب ان مراتي هي يبقى هو شغلها ان هي تطلع نشأ يفيد البلد. صح. ما هو لو كل ام في مصر ربت ولادها صح احنا هنطلع بمجتمع ومصر هتبقى دوله عظمى. فانا النهارده شايف ان الام دي مدرسه. صح. فانا الام دي النهارده هتقولي طب ما هي درست وما هي عشان تعلم. لا وبس برضه عشان تطلع اجيال. لا ما في امهات كتيره شغالين لو هم محتاجين. لو انا كنت محتاج لا قدر الله حصل لي حاجه مش همنع ان هي تشتغل. لا مش لازم. بس ادام انا قادر وممكن تبقى ست قادره ان هي تحقق ذاتها وتبقى ام ناجحه وفي نفس الوقت هي هتحقق ذاتها في ولادها. ما هي هتحقق ذاتها في ولادها وفي شغلها فيبقى النجاح ضعفين. انا يعني انت رجل شرقي بالظبط بس كده. يعني انا بحب كده يعني انا احب ان هي يعني فاهماني؟ وانا احب اللي انت تحبه. وانا كنت في الوسط الفني دوت ما بحبش الوسط الفني كله عموما، انا مش فيه بس انا ما بحبوش. انا بحب دايما ان على فكره الوسط الغنائي مختلف عن التمثيلي وده مش عيب في التمثيل. بس احنا كغنى لو تشوفي احنا يعني انت قصدك ان وسطكم احلى ولا وسطنا احلى؟ لا وسط الغنى عندنا يعني صعب. لا ساكت يعني هادي. هادي احنا وسطنا اللي صعب. صعب جدا. لا ده احنا حبايب. لا والله ده احنا الداخل بينا خارج انت ما تعرفش حاجه. ده احنا ما فيش احلى مننا ولا حد. احنا وسطنا احنا جميل وعباره عن عيله مع بعض. ما احنا اسره مع بعضينا برضه. لا ما بشوفش كده. لا والله فايتك كتير. تعالى عندنا المسرحيه شوف. ده احنا بص قاعدين مع بعض في اوضه واحده والله العظيم. طيب مناسبه يعني برضو انت عارفه ما بعرفش انا هسكت. طيب مناسبه الشغل وان انت ما بتحب الشغل والحاجات دي سمعنا كده برضو ان طلع ان انت اعتزلت التلحين
لاي حد تاني لحد ما انت تخلص الالبوم بتاعك. انا عايز اوضح بس النقطه دي، يمكن ناس كتير ما تعرفهاش. انا ما اعتزلتش التلحين، انا قلت يا جماعه عايز اخلص البوم ليا، لان انا عندي ناس تركز ناس بتحبني ومستنيه البومي. فكل ما اجي ادخل في الالبوم الاقي 6-7 اغاني جايين لي عايزينهم. فااجل شهرين لان انا لازم اقعد اركز في الاغاني دي. اجي ادخل على الالبوم تاني الاقي 7-8 اغاني عايزين الحنهم، فاروح ماجل شهرين. فقعدت 7 سنين على الموضوع ده. طبعا اللي حصل من 25 يناير قعدت اعمل اغاني وطنيه، كنت متفرغ تماما، مفيش اي اغاني رومانسيه طالعه من قلبي بصراحه. ابتدت الاغاني الرومانسيه تطلع من سنه. فقلت خلاص بقى احضر للالبوم. ظهر حمائي بقى قال لي انا عايز يا لهوي بس هو بيحبك على فكره. أنا واعترف لي. انا عارف انا هو اعترف لي. بس هو حماقي انا بعتبر ان هو ان احنا مش يعني هو مش ملحن وحد بيغني، انا بعتبر ان انا هو بيغني لي كان انا نجحت، او كان انا يعني اديته اغنيه حبيبي عمره ما يغيب، دي كانت اسم الالبوم بتاعي. الله. ودي علاقتنا في الوسط الغنائي، فليه علاقه كده. اولا بنحب بعض جدا، مفيش مشاكل. هتقولي لي طبعا بقى في مشاكل بتحصل ما بينكم وما بين بعض في لا، دي حاجات بتبقى قواعد شاذه بس. ما احنا برضو عندنا قواعد شاذه. طيب نرجع بس لحماقي، انت اديته حبيبي عمره ما يغيب بس؟ لا، عملت له كان وكان وده كان وكان وكان وايه تاني؟ طب عشان عندك اختار. استنى دقيقه. طب يلا جيتارك بقى واختار واحده منهم، انا بحبهم كلهم. حبيبي عمره ما يغيب، حبيبي وعده ليا اللي عايش بيه. ثانية، ممكن نغير الكلمات نخليها حمائي عمره ما يغيب؟ بليز. حبيبي عمره ما يغيب، حبيبي وعده ليا اللي عايش بيه. أمل نفسي لا تسلم قولي عليه. مقطوعات صغيرة قوي. مقطوعات صغيرة قوي قوي قوي. طيب وقول لي وايه تاني من الاغاني مثلا اللي انت عملتها بتحبها قوي؟ لا، في اغاني كتيرة يعني. بشرة خير بحبها قوي، واغنية يا مصريين بحبها قوي. بحبها قوي. وعلمونا في مدرستنا ازاي نحبها، خاف عليها طول حياتنا ونحمي ارضها. دي من الاغاني اللي انا فخور بيها. وحاسس ان انا عملت اغنيه جامده جدا بتتغنى في كل مدارس مصر، فدي حاجه تشرفني. طب ممكن مثلا نختبرك اختبار كده سريع بما ان انت ملحن جامد جدا. قولي يا حبيبتي. اغنيه بشرة خير لو حابين دلوقتي حالا تلحنها لنا لحن مختلف، نقدر نعمل كده؟ طبعا. طب يلا. مين اللي هيغنيها؟ هاني شاكر. ماشي. امنادي يا صعيدي وبنفسي بورسعيدي والشباب الاسكندراني اللمة دي لمة رجال، وانا ماشي مع السهاجي والقناوي والسناوي والمحلة واللي بينا والنوبة الجمال. الله. وانا ماشي مع الصعيد. طب فضل شاكر. هو نفس الحكاية. طب محمد منير. محمد منير. نادي دخول بيقول ايه؟ ومنادي على. لا ده دي فركة كعب. ودي فركة كعب. بس هكمل بقى. طب اخر حاجة قولي الهضبة بقى ما يفوتني. هيغنيها زي ما هي كده؟ لا. والله كان هيغنيها زي ما كده. طب لو انت عايز تعملها حاجة تانية. اصل بصي، اي حاجة انا هغنيها بصوتي يغنيها عمرو دياب عادي جدا، ما فيش مشكلة. خلاص. يعني خلاص، يبقى انت تغني لنا بقى الاصليه زي ما هي. نادي على الصعيدي وابن اخوك البورسعيدي والشباب الاسكندراني اللمه دي لمه رجال، وانا هاجي مع السوهاجي والقناوي والسناوي والمحله واللي ميه ميه والنوبه الجمال. ما توصيش السوايسه، الدنيا عايزه كده كده. والاسماعلاويه، الاسماعلاويه بقى تومه اللي وزع الاغنيه اسماعلاوي. طب احلى تحيه لكل الاسماعلاويه، وهنطلع فاصل ونرجع مع كل البلاد. استنوا.
معاكم بعد الفاصل، ولسه معانا ابو دم شربات عمرو مصطفى. ودلوقتي هنلعب معاك لعبه صغنطوطه. قولي. هسالك اسئله وترد عليا بكلمه ونص، اوكي؟ قول لي اسم اول حب في حياتك. اول حب في حياتي اسمها كله ولا اول حرف؟ اسمها نون. مين؟ نون. نون؟ بقول لك اسمها تقول لي اول حرف، فاقول لك اسمها تقول لي نون. نرمين اول حب في حياتي. حبيبتي يا نرمين اللي هي اساسا مراتك. مراتي. يعني انت مش عايز تقول اول حب؟ ماشي. انا عندي بس مشكله ان عينيك فيها كل حاجه باينه، يعني انت بتقول حاجه وعينيك في حته تانية، بس ماشي. سيب المشاهد، بس انا يعني ما ينفعش اقول اولادي هيتفرجوا يعني مين امهم. إيه طبعا اول حب في حياتي. لا ما بس دي حقيقه خلاص. كان في حب تاني بس انت ما تعتبروش مش في حب. مش في حاجه اسمها حمل كاذب، كان حب كاذب. الله ماشي. طب قول معاك باسورد موبايل مراتك؟ هي معاها باسوردات. وانت ما فكرتش ليه؟ في ثقه. طب وهي ليه مش واثقه فيك؟ مش مشكله تثق فيا او ما تثقش فيا، بس انا عادي، انا حياتي كلها اوبن، حياتي يعني كتاب مفتوح. فانا مطلوبش منها الباسورد بتاعي، بس هي بتشتغل لي دايما على الصفحات بتاعتي فتاخد الباسوردات بتاعتي. والله العظيم ما فيك. شايف يلي جيك ضربه في بطنك اقول فيك ايه؟ ماشي. طيب قول لي معاك تليفونين. واحد مامتك بتتصل عليه، واحد مراتك بتتصل عليه، ولازم ترد على تليفون واحد بس. ترد على مين؟ امي. الست دي امي. طب تغني لمامتك حاجه بقى. يا امي ربيتي وضحيتي عشاني قبلتي. كفايه كفايه عشان ما احرقهاش بس. طب حته صغننه. ربيتي وضحيتي. اكسكلوزيف عندنا. لا ما يقدرش. عشان لحد اخر الجمله بس. بيتسرق الحاجات دي. لحد اخر الجمله. اسف. مش هيتسرق، ده اثبات انها بتاعتك. اسف. بص انا هقول لك في النص يعني زي الراديو كده اكسكلوزيف عمرو مصطفى عشان خاطر. لا. والله ما حد عارف يسرق. بص طب هم مش هيكملوا غير لما تقولها عشان خاطر، عشان خاطر جمهورك، عشان خاطر جمهورك اللي في البيت. يلا انا هخش في النص بقى، ها، عشان ما حدش ياخدها. يلا اكسكيوز. يلا اكسكلوزيف في برنامجكم 3 في 1 فقط وحصريا عمرو مصطفى. يا امي ربيتي. قال لك امي يا نور بيتنا يا ست الكل بموت فيكي، الدنيا بتضحك ليا لو بوست ايديكي، ربنا يحميكي خليكي بارك فيكي. امي يا نور بيتنا يا ست الكل بموت فيكي، من غيرك تضحك ليا ربنا يحميكي خليكي يبارك فيكي. حصريا. يعني بجد ميرسي على الحاجات الحصريه. يا حبيبه قلبي. طيب قول لي انت لحنت كام اغنيه لحد دلوقتي؟ لحنت كام اغنيه لحد دلوقتي؟ اعتقد 200. يعني تقريبا بمقدار اغنيه كل اسبوع. ممكن. طب قول لي اسم شاعر مش هتتعامل معاه تاني. مفيش، كلهم حبايبي. لا لازم يكون في واحد. مفيش والله، كلهم اصل كلهم انا متربيين مع بعض. هتقولي لي مين مثلا؟ كلهم حبايبي. يعني مثلا لو قلنا نادر عبد الله. لا نادر في مشكله معايا ان انا ما بعرفش الحن كلامه. ليه؟ عنده مشكلة. ده كلامه جميل. جميل وعميق، بس أنا ما بعرفش يعني دايما أقول لك الأغنية الوحيدة اللي لحنتها لنادر خليت خالد تاج الدين اللي كتبها. الله؟ ما بعرفش أقرأ خطه. بس هي كلماته. كلماته بس لما يعني خالد كتبها لحنتها. قول لنا مين أقرب شخص ليك في الوسط الفني؟ أقرب شخص ليا في الوسط الفني؟ لا في كتير بصراحة. زي عشان ما نزعلش حد. أقرب يعني حد. خالد تاج الدين قريب مني قوي. أمير طعيمة، أيمن بهجت قمر قريب جدا. حمائي قريب. حمائي قريب مننا كلنا. حمائي هو بس في قلبنا. وناس كتيرة يعني، وعندي أحمد الموجي قريب. وعندي ونادر حمدي قريب. وناس كتيرة، كل الناس بتشتغل مش عارف. وتومة. وتومة قريب. من المغنيين. من الأشريف مكاوي. من المغنيين ما قلت لك حمائي.
أمال ماهر قريبة، ناس كتير. طيب ممكن تلخص لي علاقتك بعمرو دياب في كلمة؟ عمرو دياب كل حاجة بصراحة. هو نقول إن عمرو دياب كل حاجة. بس يعني كل حاجة. سقفة للهضبة. طب قول لي هنا بقى، مش كلمة واحدة، سبع عيوب في شخصيتك. عصبي جدا بس تعديت المرحلة دي خلاص. ادي واحد. صادق جدا. واحد. مفيش. اقول لك ايه عيوب فيا؟ عندي عيوب كتير قوي على فكرة. طب ما تقولهم لنا. ما بقول لك عصبي، متسرع جدا. عصبي متسرع، ادي اتنين. عايزة ايه تاني؟ بس دايما ببقى متسرع صح يعني، متسرع غلط. طيب. ايه تاني؟ مش عارف. ايه قولي لي انت؟ مش لاقي؟ انت حاسه بايه فعلا؟ انا بصراحه مش لاقي فيك حاجه والله. والله انا طب انا يا خدي في كسف والمصحف الكسف والنعمه الكسف. طب ماشي. طب هسالك سؤال بس وحيات مراتك لا تجاوبني عليه. خلاص؟ خلاص. اول واحده حلقت لك وانت قلت لها ان انا معجب بيكي. يعني ايه؟ يعني واحده قلت لها انا معجب بيكي نفضت لك. لا كتير. اول واحده؟ لا كتير. طب اول واحده احكي لنا قصتك. وانت تكون فرحان بقى دلوقتي عشان بتندمها انها سابت العسل ده كله. لا لا اقول لك حاجه، اولا انا يعني احكي لك بصراحه. ماشي. انت حلفتيني بمراتي اهو. انا عمري ما قلت لواحده انا معجب بيكي. طب بتقول لهم ايه؟ هم بالاول بيعجبوا بيا فانا احبهم. فتسيبك وتجري. لا ما سابتنيش وجريت، دي واحده بس اللي عملت كده وانهارت. انهارت. وخلاص بقى انا اتمنى لك.